هي رح تجي طالما انت خبرتيها. بس هذا التصرف مانو مقبول، لازم تحترم الموعد. قصدي المفروض الاجتماع ينعمل بوجود الكناهن الثلاثة، بس ما انجيت لسه ما اجت. اكيد هي رح تجي، هي ما رح تفوت الاجتماع شو ما صار معها. يعني شو فينا نعمل؟ خلونا ننتظر شوي يا جماعة. مو مشكلة هاري، لأنه الاجتماع رح ينعمل بالبيت، ما في حدا غريب، فينا ننتظر. بس الوقت المبارك مو ملكنا يا منهار، لازم يكون في شيء اسمه احترام. باقي ساعة ونص على الاجتماع، أنا ما لازم أتأخر عليهم شو ما صار. صارت الساعة 5:30. سوناندا، شو لازم نعمل؟ مو باقي غير نص ساعة، لهيك نحنا لازم نبلش بالدعاء فوراً. أنا بعرف قديش جمعة اليوم مهمة بالنسبة إلنا كلنا، لو كنت بعرف إنه ما نجيت ما رح تجي على البيت على الوقت ما كنت سمحت لها تروح اليوم. هذا أول اجتماع إلنا بعد زواجهم، وكمان الذكرى السنوية لوفاة جدي الكبير. غياب ما نجيت عن الاجتماع اليوم فعل كتير سيء تيتي. يمكن يروح علينا الدعاء إذا هي تأخرت أكتر من هيك. جوبو يلا نحن لازم نبلش. ستي بترجاكي، خلينا نستنى 10 دقائق كمان كرمالي. ايه أكيد ما نجيت رح تجي طالما أنتو خبرتوها. جرب اتصل فيها كمان يمكن ترد. أنا حاولت كتير، موبايلها مسكر. خالتي كوكيلا، انت بنفسك حكيتي مع مانجيت؟ لا، موبايلها كان خارج التغطية، أنا ما حكيت معها، بس تركت لها رسالة بالمكتب. هي أكيد عرفت لأنه أنا رجعت اتصلت بالمكتب مرة تانية. خليني قلك في شي تاني؟ شغلك كتير عجبني. شكرا. طيب شكرا إلك، شوفهم قبل ما أروح. طيب كل الحق علي أنا، ما كان لازم أبعتها على المكتب بهيك يوم. أكيد شغلة مو أهم من الاحترام للموجودين بهذا البيت. بابنا طلعي عليها، مو معقول تبكي قدامنا كوكيلا. أنا بلشت أفهم لعبتها، هي عم تصب الزيت على النار. لعبة شو يا سلفتي؟ فهميني لشو؟ هلأ شوفي شو رح يصير، اهدي شوي. يا ربي نحن كتير عم نغلط هيك، هالشي كله بسبب ما نجيت. لا أكيد نحن ما رح نغلط ونحمل ذنب بسبب شخص واحد. بس جدو ابني اسمعني، عمي معه حق، نحن رح نغلط كتير إذا أجلنا. كل شي عم يصير بسبب ما نجيت وبسببي أنا، ما كان لازم اسمح لها تروح على الشغل. عمي أنا بقول يلا خلينا نبدأ. هاري يلا بلش بالدعاء. نزل التردد الجديد لزي ألوان 11277، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.